لا يا الربع حولوا شمال شمال الرابع 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا مشاهدينا الكرام في برنامجكم بطولة القلايل. اليوم أول أيام المجموعة الثالثة وبدأت الصبح بدخول العساس والظهر بدخول الفرق الخمسة. وفرق المجموعة الثالثة هم فريق أبو هادي وفريق السليمي وفريق الشام وفريق ندعم وفريق أم الصلال. خمس فرق بيعيشون أيام تنافس في سبيل التأهل إلى النهائي. واليوم بنشوف معكم في برنامجنا عساس كل فريق والدخول وبناء بيت الشعر ويدور الحديث حولها مع ضيوفنا الداعمين اللي هو المدير التنفيذي لبطولة القلايل اخوي محمد النهار النعيمي والوالد حمد العلي مبرغش النعيمي واخوي مبارك من ثامر السبيعي واخوي علي من نوره. يا مرحبا بالجميع. الله يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا. بالخير سيد. جونا اليوم احسن. اوه ما شاء الله. معنا البارحه كنا الحاتي. خصوصا احنا يا اهل الزاويه ذي. الجو طال عمرك صحيح ان الرساليه هذه بس طال عمرك هذه زينه للعرق. سبحان الله هذا يعني بركه من الله. الحين طال عمرك ذا الدوس اللي صار طول ذا المده عقب ذا الليله وذا الهواء الزي فهمت؟ بيمتحك الله. بيجي اثر جديد. ولا اصبحوا ان شاء الله ما هم عين الا اثر القوار واشتر الحباري. صادق. بس علي اللي يقولك الداخل اتبع الزين. نعم والدخان شوفه حتى في الشاشه مبين كله. ها؟ شوف لي ابو ثامر. حل الزين. والله يغير مكانه. لكن احنا نقول لكن احنا نقول ربه يقعد حتى ولا هو يدور الزين ولا يروح هنا ما عليه. اهم شيء زاويتنا هذه لا يجيها. لا طاعة الله. بسم الله عليك. لا باس عليك لا باس عليك. لا بسيط. ما راح اطول. لاجل عيلتك ربنا لاجل اخوان المشاهدين. جعل عمرك طويل والسامعين يا رب. وعمرك عمر 70 الله يجزاك خير. طبعا نعيش اجواء القلايل مثل ما عودناكم في الحلقات السابقه وعقب ما نشوف هالاجواء ان شاء الله نرجع ونسولف مع اخواننا المشاركين الفرق الخمس المتواجده في المحميه. نعيش اجواء القلايل.
مرحبا بكم مشاهدينا، ورجعنا لكم عقب ما سمعنا هالاجواء الحلوه واستمتعنا فيها. طبعا ابو بدر يا ليت اخوي محمد مخرجنا الجميل اخوي محمد بدر يا ليت تروح صوب الربع في المحميه ونسولف معاهم ونشوف صار معهم اليوم ودخولهم المحميه وكيف اجواهم. نشوف الجروبات، نشوف الفرق نشوف معهم فريق ابو هادي وفريق السريمي وفريق الادعم وفريق الشام وام صلال، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومساكم الله بالخير جميعا. الله يمسيك بالخير يا ابو هادي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ليت تتواصل مع فريق ابو هادي ونقول خلينا نتواصل مع ابو هادي، قريب من فريق ابو هادي بس. مساك الله بالخير يا ابو هادي. خالد الحسن. اخوي خالد مساك الله بالخير. مساك بالخير. كيف حالك ابو عجان؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ طيبين وبخير ومشتاقين يا ابو هادي. معك. وهذه ابرك الساعات. اشتقتك العافيه. وفرحانين بشوفتك وشوفت الفريق. الله يبارك فيك ويرحم والديك. طبعا ننوه ان فريق ابو هادي دائما يشارك في بطوله القلايل، لكن العام ما حالف الحظ بحكم الغرعه. السنة هذه شارك معنا ابو هادي وان شاء الله يكون من المتاهلين. ابو هادي عطني اوضاعك وانطباعك عن المحميه اليوم. والله اليوم طلعنا وكان الجو وايد حار. فكنا نحاتي صراحه. ودي معنا ماي قلنا خلاص احنا بنهلج. بتصير حالتنا حاله، لكن الله سبحانه وتعالى سهلها. دار علينا هواء لطف لنا الجو لين وصلنا بالسلام. جاتنا الخيمه وان ابو سعد قال ان الغيمه يمكن ما توصل للخيمه، لكن الحمد لله الامور زينه وصلنا بسلام. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد رب العالمين. وفريقك مرشحينه بقوه يا ابو هادي. كريم الله كريم، ان شاء الله بكره بيبين ان شاء الله كل شيء، اذا لنا نصيب باذن الله باذن الله وسع خاطركم بيض وجهكم باذن الله. تعطيني علي العازمي من الكويت يمكن اكلمه بس. ابشر. مرحبا يا علي. هلا ابو عوجان. لا تعبت. تبقى حياك الله. طبعا خلينا نلوه. انا دمت يا ابو عوجان. خلينا نقول للجمهور ان اخوي علي العازمي قد شارك قبل مع فريق ابو هادي ومن الاسامي القويه. كانت مع فريق ابو هادي وتاهل للنهائي. فالسنة هذه علي هذا الموسم الثاني لك في المشاركة. ايش حاب تقول حق فريق وجمهور فريق ابو هادي؟ توعدهم خير ان شاء الله. والله ان شاء الله ان شاء الله. نبي نسعى وعسى الله يجملنا عند فريق عند جمهور ابو هادي. مجمل مجمل يا علي. ندخل عليهم. مسيك بالخير يا علي. الله يرحم والديك يا ابو عوجة. يا مرحبا هلا فيك راعي عقاب. ايه راعي عقاب هلا حياك الله. ترى احنا مرشحينكم بقوه مع الفرق. هذا اخوي علي بن نوره يسلم عليك يا علي وانت الرب اللي معك. ونعم ونعم معروف وغني عن التعريف والله. جعلك تحيا. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله انت وابو هادي والربع كلهم والفرق اللي معكم. اجمعين ان شاء الله. نتمنى السلامه اول شيء وعسى الله يوفق الفرق إن شاء الله. الحمد لله على السلامه. بس يوم ابو هادي كثر الماء لين وصلتوا ما هلكتوا في الطريق، هذه اكبر السلامه. بين عليها ما عليها ما نبي نمشي معي. الله يوفقك. القوه القوه. عطني اخوي خالد كوال. عطني ابو هادي تلفوني علي. ابو هادي في مفاجآت في الجولة هذه؟ والله ان شاء الله فيه. يعني في شيء في خطط معينة وفي ترتيب معين؟ الخطط طبعا شرحناها حق الربع والله كريم ان شاء الله. وان شاء الله الخطط ان شاء الله تكون ناجحة. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق رب العالمين ان شاء الله. نروح لمنفران فريق السليمي. اعطي فريق السليمي. ابو مبارك مساك الله بالخير يا محمد. ابو مبارك مساك الله بالخير. يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا.
طبعا خلنا نعرف ابن فران دائما كان مشارك وعضو اساسي كان مع فريق لوسيل مع اخوي عبد الله بن حمد المحشادي، والسنه هذه ابو مبارك سوى له فريق وهو القائد، والفريق هذا يخوف والاعضاء اللي فيه يخوفون، وما اعتقد انه دش القلايل بس لمجرد المشاركه، لا ولا هو من التاهيل، لا بعد يبي البيرك. صحيح الكلام ده ابو مبارك؟ الله كريم ان شاء الله، ما شاركنا الا نبقي التاهيل ونبقي اللي غير التاهيل بعد. يا رب بعدي بعدي بعدي. عطني القريسي يا محمد، عطني القريسي فهد. انت وضيوفك اللي عندك يا مرحبا بكم كلكم. وكل بقى دكتور يا مرحبا ومسهلا. الله يمسيك بالخير يا بعد. مسيك بالنور يا ابو ثامر يا مرحبا. شو الترتيبات يا فهد؟ اشوف مبارك متحفظ يعني، شو الترتيبات؟ يا الله نطلب من الله التوفيق لنا والجميع الافرقه اللي مشاركه والسلامه. اللهم امين. والترتيبات ترتيبات كل فريق داخل منافس ناوي على التاهل وناوي على النهائي باذن الله. باذن الله، جاء ربي يوفقكم ان شاء الله. وياك وياك يا ابن عوجان وياك. نروح لفريق الادعم يا اخوي راشد بن فهد الدوسري، فريق الادعم. مرحبا ابو فهد. عوجان الله يمسيك بالخير انت والربع اللي عندك. الله يمسيك بمثله يا مرحبا يا راشد. الله يرحب بك على فضله. يا ريت بس تقرب المايك منك يا راشد عشان يكون صوتك اوضح، يكون واضح، بس قرب المايك. ابشر ابشر طال. ابو فهد كيف الترتيبات وكيف النفسيه وكيف الاستعداد للبطوله؟ حي الحياه. ضبطك. والله ابشرك على ما تحب طال عمرك، ونحتري ذا اللحظه من زمان، من ثلاث شهور نحتري ذا اللحظه. وداخلين منافسين ان شاء الله. باذن الله تعالى، للتاهل وللبيرك يا ابو فهد. باذن الله تعالى. باذن الكريم اللي ما تنام عينه ان شاء الله. بعدي. الوعد بكره ان شاء الله. بعدي. جعل ربي يوفقنا ويوفق باقي الافرقه ان شاء الله. امين 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 امين، جعل ربي يوفقكم. نروح صوب فريق الشام مع اخوي عبد الله بن راشد الخيرين، مرحبا يا ابو راشد. تبقى تبقى يا ابو عجام، رحب الله، مرحبا بك انت والربع اللي عندك. وبكلبك شلونك يا ربك ابو خير؟ زلونك الله يعافيك، بخير يوم الخير. عبد الله هذه المشاركة الثانية صحيح؟ لي انا طال عمرك المشاركة الثالثة، الثانية كقائد. ايه. ومرة دخلت عضو مع اخواني فريق النخش. صادق. المرتين اللي راحت يعني اكيد كان فيها بعض السلبيات، المره هذه الحين اللي هي الثالثه لك صح ولا الرابعه؟ الثالثه. طال عمرك صحيح، طال عمرك ابشرك، المرات اللي راحت ان شاء الله ما فيها سلبيات، وذي بعد ما فيها سلبيات باذن الله. بعدي 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 ان شاء الله. يعني ممكن نقول ان فريق الشام راح ينافس على التاهل؟ والله فريق الشام ما دخل ان شاء الله ذات الذخيره، والتوفيق عند رب العالمين والرزق عند رب العالمين. يا رب يوفقكم. امين. يا رب يوفقكم. ومعك اسامي عز الله لها بصمه في القلايل. اخوي مبارك بن ناصر الجبر، اخوي احمد الكبيسي، اخوي عبد الله الكبيسي، يعني اسامي ان شاء الله لها حضور، والرب اللي معك ان شاء الله ما في مقصور. يستاهلون يستاهلون كلهم عز الله ما في مقصور. مبارك وعبد الله مبارك محمد حمد بن سعيد الربع كلهم ما فيهم مقصود. عز الله بس عاد راي هملول يتحدى ولا خلاص؟ موجود يسمع صوتك. عطني عطني راي هملول. عبد الله بن علي استلم. هلا 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 ابو عجان. لا الصوت الصوت تعبان يا راي هملول. مرحبا. جمع طاقة حق بكرة واللي عقبه. كذا تفرح جاسم الكعبي، تفرح فريق العديد فيك، تفرح فريق الشمال فيك. ان شاء الله نطلب من الله التأهيل وعقب كلام ثاني. باذن الله، جعل ربي يوفقكم ان شاء الله. ابو علي مساك بالخير انت والربع اللي عندك.
هلا بك هلا بك غلا. مرحبا مرحبا ابو حسن. ايش حالك؟ ايش حال اخوياك كلهم؟ عساكم طيبين. بخير بخير جعلك بخير. هملول موجود ذا السنه ولا تقاعد؟ لا لا ما يتقاعد. موجود ما يتقاعد دام في قلايل هو موجود في الصدر في الصدر. الله يبارك لك في حلالك ويوفقكم ان شاء الله. الله يرحم لي والديك. انزين نروح لفريق ام الصلال مع اخوي سلطان بغباش الشمري. مرحبا سلطان. مرحبا سلطان. الله يرحب بك يا ابو عجان. يا هلا ومسهلا ابو كلبك. ايش حالك؟ ربك بخير الاخوان اللي عندك. اشرك بنعمه وطيبين ومستانسين. ربك الحمد. بعدي بعدي بعدي. كيف دخول القلعه؟ كان سهل ولا صعب يا سلطان؟ والله ما في شيء سهل بالقلايل يا ابو عجا. يعني من بدايتها صعوبة؟ لا والله ما في صعوبات، لكن جانا ظرف وتعديناه وابشرك الحمد لله. وصلنا قبل المغرب وبنينا البيت وسوينا قهوتنا قبل اذان المغرب. ربي لك الحمد. بعدي بعدي بالتوفيق يا رب العالمين. اشوف معك عبد الله بن خالد الشباعين موجود. لا والله عبد الله مو موجود، ظروف العمل. وثلاثة من الفريق ظروف عمل كله. تعذر من اللي معك؟ تعذر من الفريق الان ذكر لي اياهم. نايف رضا الشمري وصليطي وعبد الله بن خالد. جاء الرب يوافقك الان. واعضاء الفريق كم انت الان؟ ثمانية ان شاء الله وفيهم الخير وبركة. جاء الرب يوفقكم. جاء الرب يوفقكم. وعبد الله ونايف وصليطي بنجهزها من النهاية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يحضرون معك النهاية بإذن الله. جاهزين للرمع يا الربع ولا هم جاهزين؟ جاهز؟ زين. ما أدري يسمعوني بس الآن الجهاز عندي شوي بيضبطونها الشباب، لكن بعطيكم إياه. ما أدري يسمعوني بشكل واضح ولا لا. زين. على ما يجيبون لي الجهاز الشباب انا راح اقول اللغز وسهل يعني اقربه لكم على الاقل انها صعبه شوي. ها يقول ويش رجل يجي ولا تقدر ويش رجل يجي ولا تقدر تجيبه، جيته لما نواك يجيب كيفه، وانت غيب ما حضر وانت غيم وما حضر، هذه غريبه والسبب يمكن من حمول كليفه. زين يقول لك على الجهاز الربع تسمع صوتي الحين واضح؟ صحيح صحيح يا ابو عجل. يقول ويش رجل يجي ولا تقدر تجيبه، جيته لما نواك يجيب كيفه، وانت غيب ما حضر، هذه غريبه والسبب يمكن من حمول كليفه. وصل؟ رمته قريب ابو علي ولا عسله؟ ها؟ رمها سليمي. ارسل يا سليمي. ايش رايك في السكر ولا النوم؟ انت اعطيتني رمعتين الحين، ايش رايك في السكر والثاني وشو؟ النوم. يعني هذه غير وذي غير، اختار لي واحده. سكر. سكر الابيض ولا الاسمر؟ لا الابيض ولا الاسمر. رمع فريق غشام يا ابو عجان. ارسل يا غشام ارسل. المطر يا ابو عجان. الله يقسمها لنا كلها وامين يا رب العالمين ان شاء الله. اول اربع رمعات ما راح تكون ان شاء الله. اللهم هم بيقربون. ايه يقول ويش رجل يجي ولا تقدر تجيبه، جيته لما نواك يجيب كيفه، وانت غيب ما حضر، هذه غريبه والسبب يمكن من حمول كليفه. طبعا فريق مصلال يا ابو عجان. ارسل يا سلطان ارسل. ما هو البرق ولا الرعد؟ لا بعيد. تراه من كثر ما هو سهل يمكن تشوفونها صعب، وهو سهل جدا صراحة.
ها ابو سيد ارسل ابو هادي فريق ابو هادي صحيح؟ نعم الشمس وقت الشروق ولا وقت الغروب؟ نعم قايله مثل ما حرقتنا اليوم. رمع سليمي ارسل يا سليمي. ايش رايك في الحظ؟ رمع انا صار لي فتره اسمع بالحظ والبخت. ارسل يا لدعم ارسل. الله يقسمه لك ولنا يا رب العالمين والمشاهدين. نبي اعاده يا ابو عوجه فريق المصلاه. سبحان الله بن فاران ما ادري ليش حظك في الليل مو طيب. أعيده مرة ثانية. صحيح. يقول ويش رجل يجي ولا تقدر تجيبه، جيته لم النواك يجيب كيفه، وانت غيب ما حضر هذه غريبة، والسبب يمكن من حمول كليفة. ها؟ القلايل هذا بالذات اللغز هذا مفتاحه بين واسهل لغز في القلايل مفتاحه في المشرح ما يحتاج مره واسهل لغز في القلايل. رامع فريق ام صلاح. ارسل. ما هو العج رامع فريق الشام يا بعد. لحظه خلي مع ام صلاح مع جنوبيه ولا من غير؟ سيليه ولا الا والله هيفية انا هي عجله خذ روحك بكره. اجابتك غلط. اعطي غشام ارسل يا باجان. الشيب ما يتغيب يا عبد الله، لا حضر ما عاد فيك الا تصبغ. نعم صبر كرم. ها بس حي خاف عليك الداخل ولا؟ حي الحياة. فزعت انا اللي فزعت لك. الله يجزاك خير بالله وجهك. بس تراه يدفع الزين يا ابو ثامر. جعل زي حالك. يوم خف شاف ما في. انا محزن من فاران، لا من السليمي. ليه؟ ها؟ خاف كذا بقول الاجابه كذا صعبه. ما حولها قربها شيء بسيط. هذا اكثر من كذا؟ عندهم في الخير. خلصت كذا انا كذا خلصت انا قلتها. رامع يا بن عوجة. اي فريق؟ ابو هادي. ارسل ابو هادي. الراتب والله معادل للحين عاد في نص الشهر. كان كنت هوجس فيه من الحين. يا هوج رامع فريق مصلال يا ابو هادي. ارسل يا مصلال. لا ارسل يا مصلال اول شيء. مصلال ما هو الاثر؟ اثر كروان ولا حباره؟ والله طبي 80 يا ابو وجه. لا شبحك بعيد تبي 80 عجل. ها رمى لدعم. قبل لدعم السليمي. عطي السليمي. لا ما قال السليمي. لا قبلها كان السليمي. السليمي قبل. توفيق. ارسل يا سليمي ارسل. ارسل ابن فاران صوتك ما اسمعه. يقول التوفيق. رمى يا ابو ابن فاران ذي الليل مو بحظه ماني متعود عليه. خبر ابن فاران على طول. ارسل الفريق لي لدعم. الصيد لا رمى فريق ام صلال يا ابو عجان. بعيد يا لدعم بعيد. اعطي رمتك ام صلال. سهل طولنا احنا. حكم قلاي ولا حكم كوره ولا حكم ويش؟ شيء والله ما عندنا هنا قلاي.
شيء يجيك سهل والله يا اخوان. عرفت الحين خلاص؟ بسيط بسيط بسيط. صار سهل الحين. صار سهل ها؟ خاف الدخان شوي على ذلك. يا الربع ترى العشاء احنا يعني اللغز دورنا فيه والعشاء اذا ما حد حله راح يرجع للجنه، وهذا راح يكون اول عشاء يرجع للجنه وما حد حله. اخر دقيقه وهذا اسهل لغز مر علينا في القلايل. و ما ادري ليش السليمي راح منا. سمعت رامعة قبيله؟ عادة أخيرة. عادة أخيرة يقول لك عادة أخيرة. يا سليمي ما يبي لها إعادة. ربي يوفقكم يا رب العالمين. يقول ويش رجل يجي ولا تقدر تجيبه. جيته لا من نواك يجيب كيفه وأنت غيب. ما حضر هذه غريبة، هو اسمه يمكن من حمول كليفة. السلام عليكم مصلاب. شمري. أرسل. النعاس. ليش؟ لحظة النعاس. نعاس على ظهر مضية ولا ها؟ أرسل الفريق الثاني. فريق أبو هادي. أرسل أبو هادي. الضيف؟ لا. بعدي عليك لحظة، بعدي، إيش قلت أبو هادي؟ الضيف ويا السلام عليك ابو هادي، شو تتوقع الاجابه؟ اجابتك غلط ابو هادي. ترى اللي فرحت هاي الود اخر رمعه عندي، اخر رمعتين الان لدعم، واذا في فريق ثاني بيربح. لدعم الصباح. صباحك الله بالنور والعافية. يا رب العالمين إن شاء الله. طبعا فريق المصلاي بعد أرسل. مول. أرسل يا مصلاي أرسل. بتجهز له عقب شوي. ما هو النوم، النوم ورقاد. سلامي عليك وتستاهل اللي جا وتستاهل العشاء. تستاهل. تستاهل. تستاهل العشاء. تستاهل. مساء الخير. مساء الخير. معلمك ارجع لي ارجع لي. عطي عطي السليمي. عطي السليمي. ما قلت لكم النوم؟ ما سمعت. اول ما قلت لكم النوم. من فران. من فران تسمعني؟ ارسل. ارسل. يوم حلنا في السكر وفي النوم وقلت لك اختار لي واحده، حولت على السكر وخلت النوم. جبت النوم ما رديت عليك. قلت لك وش السكر؟ هو السكر ولا النوم؟ قلت السكر. وعودت اصوت عليك، حظك تعبان الليل، حظك تعبان، وش عاد اسوي اكثر من كذا يا ابو مبارك؟ ومعاوض خير. والله هو يستاهلون، يستاهلون الربع ومعاوض خير ان شاء الله. ومعاوض خير. لو جانا العشاء تبرعنا بالافرقه. جعل عمرك طويل، العشاء ما في تبرع، العشاء راح يجي على الفريق اللي هو يفوز به. جعل عمرك وطوال. ولا انتم ان شاء الله جاء ربي يفالكم صيد، والوعد القابله في لغز جديد، وعدكم ان شاء الله اذا الله اراد معلومه جديده وصيدكم بكره ان شاء الله، ونقولكم تصبحوا على خير وجاء ربي يحفظكم ان شاء الله. وياكم وياكم. إيه. طيب الله يجيكم. طبعا اللي شفناها اجواء حلوه وجمعتهم حلوه، اللهم لك الحمد. والاجواء والجمعه الطيبه. ايه لا لا امورهم زينه. نعم. فهذا ما عندهم عذر بكره. لا لا لا. وجهدهم حتى شوف الاخوي عشان الهواء بس يدوق. ايه ورايهم الاول يقول انا مجود جهدي كله لبكره ان شاء الله واليومين الجايين. الله يوفقهم ان شاء الله. فجاء ربي ان شاء الله يوفقهم رب العالمين ان شاء الله. لكن في فاصل بسيط. زين. عندك فاصل؟ زين جهز هالفاصل بسيط. فاصل بسيط ونرجع نسولف عن الفرق اللي في القلايل. نار على جمرة السمر تشعف الشباب نديمة مباهير من الخصر مزوية نديمة مباهير من الخصر مزوية أدلال بهم أنصام الكف الشراب هوا جرة المنكوس ولا الهجنية لهن عتق الغرنوق والجنب جنب غراب
شالي من الطير قلبه هاب مفرط وشايف ريش ربده مرمية تنحر مهب النود متزبن السحاب تصل فاك جنحانه تصل فاك كدرية تصل فاك جنحانه تصل فاك كدرية على قطع النظرة كبر طلقة الشباب على رعي القرناس مبعد حراوية يخلى الفرخ انصام للرمع والمطلب على مرحبا بكم مشاهدين، ورجع لكم بعد الفاصل وخلنا نسولف عن الفرق المجموعة الثالثة. طبعا ابو هادي والسليمي ولدعم وغشام وام الصلال. بنشوف مع المشاهدين بروفايل خاص عن الفرق كلها، وبعدها نعلق على كل فريق ونتكلم بعد. طبعا اللي شفناه اليوم منهم اجواهم حلوه وان شاء الله انهم نفسياتهم مرتفعه كلهم، ما عندهم عذر بكره اذا الله يعني ان شاء الله، ولا جاهم تعب في دخولهم المحميه. صحيح، دام بعض الفرق اللي دخلت المحميه تصير لها بعض الظروف وبعض الملاحظات في الحلال في التجهيزات في الترتيبات لها، لكن اللي شفناه ان الامور طيبه اللهم لك الحمد. زين، خلينا نشوف معكم ومع المشاهدين الفرق ونرجع ونتكلم عنها عن كل فريق بشكل خاص. خلينا نشوف مع المشاهدين. بإذن الواحد الأحد إن اجتهدوا الربع وأمورنا تيسرت بإذن الله إن شاء الله بنوسع خاطرهم وبنرفع راسهم فوق. والله من عدني صغير وانا احب المقنص، يصير عندك هوايه خلاص يصير معك في دمك، لانك داش ما انت بداش يعني تمشى، داش منافس، لازم تطلع ببصمه قويه. نبي الحبارة ونبي الظبي، وكان بالظبي إن شاء الله بنطلع، وكان بالحبارة بننقزها إن شاء الله. داخلين بإذن الله متحزمين بطيور وبسلق وبحلال. أنا ما تهاون بأي حد، حتى الجديد ما تهاون فيه، لأن ما حد داخل ذا البطولة وأتوقع أنه داخل بس بيتمشى أو بيتفرج. فيه ناس بيمسكون الطلع ويكونون دائما مرتفعين في اماكن من يميننا ومن يسارنا، في اثنين مكلفهم انا في ان شاء الله الاثر، ما ان شاء الله راعين مقناص ويعرفون وخابرين القاع، ما عندنا الا ربع صاملين وطيور صايده باذن الله. شفنا معاكم البروفايل عن الفرق اللي مشاركه في القلايل. طبعا يا ليت تروين ابو بدر الخارطه، هذا موقع الفرق في المحميه. سبحان الله تقول نفس الربع اللي راحوا في المجموعه الثانيه، قريب نفس المنازل. اعتقد انهم يشوفون مكان المنزل يعني بالضبط، هم يشوفون يتعالمون. إيه بس اذا لقيت محل وشفت الهدار يعني ابعد منه، ما نازل في نفس المكان، ولا ايش رايك ابو علي؟ والله طول عمرهم نازلين اثنين جبلة وثلاثة شرق العرق يبين. وما اللي توقع يمكن نصيبها طيب أكثر، تحس أنها موقعها كويس؟ موقعها زين. السليمي نازل في العرق من شرق، لكن في نص عند الراك، قريب من الراك. مو بعيد. زين، أجل خلنا ندخل مع أول فريق عندي اللي هو أول فريق أبو هادي.
هو دخوله اليوم للمحمية اللي هو طبعاً أبو هادي هو أساس الفريق مع أبو هادي. دام العادة اللي أنا أعرفه إنه يدخل بحصان، ذا المرة دخل بذلوله هذه مخالف على المرات اللي راحت كلها. لا هو عنده الحصان ممنوع الدخول. اللجنة السنة هذه منعته أنت الحصان السنة والعام. وش السبب يا أبو نهار؟ علشان غدو متساوين في الانطلاقه، ما يكون اختيار المنزل ما يكون قبل يعني. اي نعم يكونون مع بعض ينطلقون. الحصان تعرف الحصان بعضهم يطلقه وفي صعوبه على حتى الحكم انه يتبعه اصلا. تعرف الارض وعره الحصان يروح عليه. طبعا هالمعلومات نقولها حق بالي حق الجمهور بحيث انه اللي ما عرف او بعرف القوانين السابقه انه يمكن يعرفها. نعم. السنه هذه من العام طال عمرك موجوده. خلينا نشوف دخول ابو هادي اساس فريق ابو هادي وبناي بيت الشعر في المحمية بعد ما نتكلم. طيب خالد بن حسن بن صالح الكواري قائد فريق أبو هادي. السنة ذي شد احنا جاهزين صراحة، جاهزين من العام الخبر، فعدلنا في الفريق شوي. البطولة ذي حببتني بأكثر من المقناص، إنها هي مو بس مقناص، إنها هي مشاركة تراثية لا أكثر ولا أقل، يعني فيها الخيل وفيها الطير وفيها الارتشاب المطاي وفيها السلقان، يعني استأنسنا عليها. أول مشاركتنا لأن كانت تجريبية يعني 100%، يعني مو كانت مشاركة منافسة، تجريبية. حتى استعداد كان يعني حتى 30% استعداد، كانت مشاكلنا هي كلها الارتشاب هذا اللي نشارك فيها، ما يحالفنا الحظ أن توفر لنا. بعد ما دشينا شفناها استنسنا عليها صراحة، ندخل مستانسين وضحك وأشمرة ويعني وناس وساعة خاطر، يعني هي عندنا البطولة إحنا وساعة خاطرنا أكثر من اجتهادنا فيه. بعد فحاولنا ان السنه اللي عقبها نجتهد باكثر، وشاركنا عقب الحمد لله توفقنا بفضل الله وفضل الشباب الموجودين واجتهادهم، وتاهلنا مره واحده توفقنا طلعنا الرابع على المجموعه. والله هي البطوله كلها توفيق من الله سبحانه وتعالى، هي بطوله صراحه التمرين والاجتهاد لها هذه رقم واحد. السنة إن شاء الله في استعداد أحسن من كل سنة، يعني أهم شيء نتجمع ونعطي الخطط قبل أن ندخل بعد اجتماع ونعطي تعليمات ويكونون الربع جاهزين ومجهزين كل شيء. بالله الطيور الربع لحد الآن مجهزت، كل واحد اللي مجهز له طير وطيرين. بإذن الواحد الأحد نجتهد الربع وأمورنا تيسرت بإذن الله إن شاء الله بنوسع خاطرهم وبنرفع راسهم فوق. خلكم على يد واحدة وعلى قلب واحد، عسى الله يوفقكم ويوفق جميع إخواني المشاركين. والله لحد الآن إحنا عندنا مكان كل سنة ننزل فيه، وإن شاء الله السنة بنروح إذا المكان صالح بننزل فيه إن شاء الله بإذن الله. والله الفريق تقريبا مقتنع، بس واحد شوي مو مقتنع، لكن ان شاء الله بيقتنع ان شاء الله، اذا دخلنا بيخترع. ما ادري سالفته، ما ادري من قايل له يعني غير المكان ولا ذي. لا ماني معارض ان شاء الله، بس اني قلت له شوي جنوب هو يبي المكان، عاد ما في مشكله مع الربع كلهم ان شاء الله. المكان هو جاي بالشمال، شمال ما في مشكله، اذا هو شمال العرق، اذا دار هوا شمال بدر، اذا دار هوا شمال ما في مشكله، بس اذا دار هوا جنوب وين تقنص انت لازم تنطح مع الهواء. الهواء انت عارف انه ما يدور الا بعد الساعه 9 يعني في الفتره ذي شد. وصلنا وين كم كيلو قطعنا عقب الرد تقدر ترد. يلا الله كريم ان شاء الله، ولا مدابر ما عندك مشكله. امسك الخطام.
خبره بدكم ها؟ والله ما صار شيء، لكن الناقه شويه ما برضي تمشي، وجبنا لها واحده ثانيه قلصنا معاها، لكن بعد ما براضي تقوم، فالحين رجعناها بنبدلها بني واحده ثانيه ان شاء الله. ما بعرفين شو السبب، لان الناقه احنا جربناها كم يوم زينه وايد زينه، لكن اليوم مش عارفين شو السبب. هاي دابه مزاج قالت بامشي 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 لا حول ولا قوه بعد ما نقدر نتفاهم معاها، فقدر الله ما شاء فعل، بنبدلها ان شاء الله والامور زينه. فانا بقبض خطي بمشي على رجلي لين يجون ابدلها وان شاء الله الامور زينه. لا والله ما صار لنا نصيب، سبق ان الناس عليه وغيرنا رحنا الجنوب، والجنوب احنا الظاهر ان اخر ناس ما في حد جنوبينا. وبعد المكان الارضيه مو بزينه ولا المكان زين؟ هذا مقتنع ما مقتنع، الارض هاي مو بلنا، معقد ثلاث ايام بيطلعون هالارض لا بزرعين احنا ولا بمرتبين زرع ما خاص ما نرقد فيه يومين وتوكل على الله، خاص بالعلم يقتنعوا مو على هواهم. المكان زين يعني، يعني تقريبا توسطنا العرق، ان بغينا شمال شمال وان بغينا جنوب جنوب، بيكون مكان زين ان شاء الله. يعني هي كلها توافق، واذا في شيء الله يسحق لنا شيء ان شاء الله بنصيده ومخلي شيء ان شاء الله. الله كريم. تجهيزاتنا والله من مدة شهرين تجهزنا الحمد لله، ودربنا على المطاية، دربنا السلقان والطيور هديناهم فوق المطاية. وهذه تعرف انت شلون ملح البطولة، هو ومتفاهمين واحنا اصدقاء اصلا من قبل البطولة وقبل. ايه اهم شيء ان التفاهم ويا القائد، والله حسب هادي ويانا في البطولة يعني خلي الشباب شوي مرتاحين، حتى على التعب شوي فيه ضحك وفيه ابتسامة، يعني مش كل مكشر وذي الحمد لله. يعني وهادي والرابع كلهم عليهم مقصر. والله إن شاء الله حين مجهزين إن شاء الله بننطلق، بس ننتظر إشارة الانطلاق. والله إنا على الحر، مكان زين، أحسن مكان أصلاً. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قالوا إن شاء الله. الله أكبر. لو تاد يا ابو مهنا لو تاد، لما يا شباب
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وشفنا تقرير كامل عن ابو هادي ودخول المحميه اليوم. ودائما ابو هادي تصيده بعض المعوقات في الدخول، بس يوم انها الحصان كانت امورها طيبه. المره ذي على الذلول تاخر واجد عن الفرق الباقيه ولا لا؟ لا ما ابو كثير، بس دخل وتلاحق يعني معهم. تلحق عليهم؟ تلحق عليهم لان ما حد اختار المكان اللي هو يبغيه. هو مكانه كل سنه ذيك اليوم؟ لا مكانه كل سنه اللي اختاره تقريبا حول فريق الشام. حول فريق الشام؟ اي نعم. شما طبعا بينه وبين غشام حول كيلوين. اكثر من كيلوين. اكثر شوي. ابو علي والله انا عجبني الاخ خالد انه يعني صبور، شاف الذلول ما تقدر تشيله طال عمرك، قال انا بمشي باخذ من الوقت شوي اشوفه مشاله مسافه يعني. وحقه اخوياه بعد ما غيروا الهجم حتى مكانه شوف ما دام ما سبقوا عليه الجماعه الفرق الثانيه. يعني وضعه جيد زي مثل ما قلنا الاسامي اللي عنده ابو هادي والله انا اشوفهم يعني ممكن يتاهل ان شاء الله. والله الجماعه كفريق يعني لا باس به، مع ناس من السلطنه ومع ناس من الكويت وان شاء الله انهم يشيلون النقص اللي عنده ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. زين الفريق الثاني اللي هو فريق اللي معنا فريق الشام، طبعا فريق اخوي عبد الله بن راشد الخيرين. خلينا نشوف بشكل كامل بروفايله ودخول العساس. اللي كان معه العساس اليوم حمد الخيري. حمد دخل اليوم، هو معه العساس حمد الخيري. انا شفته في سناب. نشوف فريق الشام ونتكلم عنه، خلينا نشوفه معكم. أخوكم عبد الله بن راشد الخيرين قائد فريق الشام. تم اختيار اسم الفريق بناء على قاع من قعان قطر في الجنوب. هذه مش أول مشاركة لي، هذه ثالث مشاركة. شاركت أول سنة أنا كنت قائد فريق، والسنة الثانية دخلت مع فيصل بن عبد الله الجبر فريق النخش. السنة اللي طافت أنا ما شاركت، شاركوا أعضاء فريقي مع فيصل. السنة هذه رجعت على فريقي الأول. أعضاء الفريق كلنا من هالقطر، عندي ثلاثة من دول مجلس التعاون، اثنين لهم مشاركات سابقة، واحد أول مرة شارك السنة هذه. أنا تعلمت المقناص من أبوي الله يرحمه، كملت رحلة المقناص مع عمي غانم بن سيف الخيرين وتعلمت منه أشياء واجد. والله قوة الفريق تلاحمنا ولله الحمد. ما أقول إني أنا قائد فريق، إني أنا اللي أنا بكون خادمهم لهم كلهم. القائد اللي ما يخدم ربعه ما راح ينجز أي شيء. التدريبات بدأت تقريبا من بعد القرعة، تركيزنا على القلائل نفس كل سنة على الحباري. بما أن السنة هذه زادت نقاط الضبي، الكل متوجه أن أشوف السنة هذه للضبة، وحنا مجهزين للضبة إن شاء الله والتوفيق من رب العالمين. بالنسبة للطيور عندنا طيور قد دخلت القلائل، عندنا طير العام دخل وخذ المركز الثالث في طير الحملة في النهائي اللي هو طير مبارك محمد المنصوري هذال، طيرين بعد دخلت العام القلائل، وفي طيور السنة جديدة مطلع وقانصة برا. ترتيب القلائل احنا نجهزها لحد الحين. بالنسبة لمجموعتي المجموعة الثالثة، أنا ما تهاون بأي حد حتى الجديد ما تهاون فيه، لأن ما حد داخل ذا البطولة وأتوقع أنه داخل بس بيتمشى وبيتفرج. إن شاء الله أني أختار المكان المناسب الرابعي، وأتمنى التوفيق من الله سبحانه. طبعاً الفرق بتكون خمسة، بيكون ازدحام الصبح على موقع الصيد. طلاقة جيدة من عيب الله أن ترى. الله يوفقهم كلهم. الله يوفق الجميع إن شاء الله، يقودهم للمكان الزين لهم كلهم، اللي يريحهم يريحهم بإذن الله. المكان المناسب اللي هو قريب من منطقة الصيد ودماث الحلال، والمكان اللي منه أسرح منه أكون ضامن بإذن الله أني أهد على واحدة ولا ثنتين. طبعاً بين كل فريق وفريق لازم كيلوين، وأنا إن شاء الله أني أشوف لي مكان من أختاره ما أكون أحد قريب منه.
فريق الشام السنة هذه، أقول لكم انتظروا، مو في التأهيل انتظروا في النهائي إن شاء الله. المنزل هذا يمكن ثالث سنة على التوالي ننزله، ومنزل مقتنعين فيه ولنا ذكريات حلوة فيه. أتمنى المكان اللي اتفق عليه الفريق، ونسأل الله التوفيق لي والأخوان المشاركين، ونتمنى إن شاء الله منافسة على قولتهم شريفة. وأنا إن شاء الله راجع الحين مقر البطولة، أبشر ربعي وأخواني نخترت المكان اللي هم يبونه، لأنه شيء رئيس والله يوفقنا إن شاء الله. الحمد لله أنا معي ناس ما يقلون يعني عن غيرهم خبرة، خبراتهم كافية وتشوفنها فوق الكافية. متحدي كذا سير سعدك الوعد داخل ما في صيد اليوم لا بدأنا لا دهام ولا شيء على حلاتكم على طيوركم والله والله كريم إن شاء الله ليهينك يا أبو غباس مرحبا. نبي أدخل بأي طريقة، واللي ما جرب قلايل ولا جرب مقناص الركايب لا يقول أنا قنصت. هنا يتعلم كل شيء، إذا كان مقناصك في السيائر غير مقناص على البل غير، تعلم أشياء جديدة وتعلمك شيء 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 فوق مخيلتي ومخيلتك. الفريق جاهز وكلنا ربع إخوان سواء فريقنا والفريق الثانية، ونتمنى التوفيق لنا واللي معانا، وروح المنافسة موجودة وإن شاء الله نبتعكم فريق بإذن واحد أحد. معنوية أبو عبد الله فول والفول إن شاء الله بإذن الله، متأملين خير السنة، فإن شاء الله بإذن الله إن إحنا نتأهل. أنا بنتزاحم مع الأفرقة كذا أزيل لنا كلنا وحلالنا عشان ما المطايا تثور كلها مع بعض. هذا نرتب أول شيء مكان الحصان، عقب إن شاء الله نرتب الحلال ونرتب الشعر ونضبط الأمور كلها. تعال بعبد الله منا بعبد الله. كذا براس من فوق. لا عاد شوها. تطيح. ما هو طايح. لا لا تفك اصبر. نجيب العمد طوال. عبد الله داك 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 اللي هناك هناك. لا لا لا. عشان ما تضيق عليها تاخذ لها مربع عندكم في حد الخيار. هذه اسرع طريقه يا ابو واشد. مرحبا بكم مشاهدينا، وشفنا معاكم فريق الشام مع اخوي عبد الله بن راشد الخيرين، وشفنا الترتيب والسنة الربع مجهزين عمارهم وفي تنسيق يعني من الدخول وفي اختيار المكان، حتى يمكن ما صار فيه بعض الفرق مع الاساس يجي فيها مثل لا والله ما اخترت المكان، لا كان نبي يعني يقول هذا مكان من 3 سنين ننزله، يعني ذكريات زينه معناها فيه صيد زين، لكن انا اتكلم عن نفسي ودك انك تغير، مو بلازم اني لازم انزل المكان ذا. ونزل نفس مكان النخش، ليه ما أغير؟ ليه ما أشوف لي مكان آخر يمكن يعطيني مساحة أكبر من المقناص ويصد بي شوي من بعض الفرق في سلحتها طبعاً، ولا في طول اليوم أكيد أنهم بيلحقون على المكان. خلينا نسأل أبو علي، شو الميزة اللي يعني غشام اختار هالمكان؟ شو ميزة المنزل هذا اللي اختاره؟ طال عمرك أنا سألت الأستاذ محمد بالنهار، قال لي يمكن تقريباً حوالي أكثر من 100 متر بينه وبين العرق، حتى سألت عن المكان اللي أنزل فيه قال يمكن أروي الخريطة للوالد خلي يشوفها، خلي يشوف أبو علي. شمال صوب جنوب النفخة شوي عند البير هذا. هاي الخارطة. القمة أي نعم. شوفوا النازلينهم. هذا منزلهم. والأخ علي بن سعيد يقول بعد نازلين نفس منزل النخش. النخش. فمعناته الموقع هذا الله أعلم يكون موقع استراتيجي.
من سبق لبق نفع الخير والله يمكن بعد ان اغير عليك ما حسبقنا من كنا الموقع هذه فال خير ان شاء الله ترى ما له دخل عندك فريق لوسيل تاهل المجموعه الاولى كان من شرق واقصى واحد من جنوب هو فيهم صوب الحمارير لا قريب من المنطقه الجنوبيه مالت البرغوث وفريق النخش من من غرب واقصى فريق من الشمال وتاهل معناته ان الموقع ما هو ما يعتبر اساس لا ما يعتبر هي الدعوه اللافه لا والله المقراف لا بس فريق الشام ترى عنده نخبه انا قلت لك امس طال عمرك الترشيح قلت لك يا بين قشام وبين بين لوسيل لوسيل ها وين السليمي السليمي عند بن فران لكن انا ارشح بن فران بحكم انه يعني هو كون فريقه من نخبه من كذا فريق لو طالعتهم كلهم هذا فريق جديد والجماعه اللي وياه تراه هو متنقيهم من كذا فريق خلني في قشام قشام طال عمرك والله عبد الله بن راشد هو بنفسه الولد شفت وجهه شلون من الشمس ومن التداريب وغيرها صار له فتره معسكر وصار له فتره وانا اعرفه شخصيا الولد ولد يعني خلوق وجيد مجتهد وعنده مبارك بن ناصر الجبر يعني هذا بعد مرجع له في اكيد في الثر وفي الركاده وفي الشور نخبه الخبره كلها نعم عندهم نخبه والله وعندها بعد رايح ملون صار له سنين هو يشارك عبد الله بن علي جيد هو اللي بيضحكهم وبيأنسهم وبعدين ولد يعني حرك حرك نعم. لا يضحكني ولا ينسني يرويني حباره لا ياخذها باسلوبه لا باسلوبه هو الله يسلمك عبد الله ولا فضله على السامعين رجال يقنص رجال يجتهد يتعب ودائما يعني حتى مع اخوياه في السنين اللي هو دخل عضو في فريق نعم ايه والسنه الثالثه عبد الله يدخل القلاي قد عنده من الخبره الكافيه من اللي مر عليهم من التعب ومن الجهد ومن الخلل اللي غدي في بعض متشوق للقلاي في بعض الـ 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 الترتيبات الواجب من الريجيل ولا خلاص ما عاد قدي عندهم خلل الا شيء لحلو قلت له بالله غصبا عنهم يعني ما عاد يكون فيه اهمال حتى الاصغر الامور علشان الوقت ولا خلينا نزيدك بعد عندهم بعد خبره من اخواننا من المملكه العربيه السعوديه معهم اثنين من الاخوان اقول لك عندنا عبد الله العجمي وعلي العجمي بعد هذا ممكن يكون قوه زياده للفريق يمكن دافع بعد لهم في النقص اذا عندهم نقص في شيء معين الجماعه هذول يمكن الله اعلم منهم بعد يقطون شيء معين صحيح بس في كلمه قالها ابو علي اخوي عبد الله الكبيسي نعم قال لك مقراص الذلول لذته غير عن السياره عن الامور الثانيه صحيح فما ادري ايش رايك في الكلام هذا بعد انت جربته انا جربت لي الحين اربع هي السنه الرابعه فعلا يعني شيء اللي ما قد جربه نقول له جرب وشوف الكلام اللي نقوله صحيح ولا لا في يعني هدوء وفي سكينه وفي بعد تحس بلمسك انت فعلا صقار اما في سياره طال عمرك تسبق الرجاجيل على المكان وتطرد وتعرض نفسك للخطر ما فيها ركاده يعني. هذه طال عمرك على ذلول على هالزباير وفي القيعان الطيبه وطيرك على يديك واخوياك وياك شيء يعني نرجو من الاخوان اللي ما قدر دخلوا القلايل يعني يكون لهم مجال وانا اقول لهم انا عن نفسي يا قائد فيلق السد اللي بيجي من جماهيرنا ولا من الاخوان المستمعين ولا من المشاهدين السنه الجايه ان شاء الله يتصلون بي ان شاء الله وادبر لهم مكان عندي بعدي ابو ثامر الداخن وقف اللهم لك الحمد امورك زينه الحين اشكر الله بارك الحمد ما ضايقك الداخل لا خلاص زين موضوع اتوقع انت عبد الله تعرفه صحيح وتعرف اعضاء الفريق اللي معه موضوع الطيور تحس انها الربع تفادوا الامور اللي صارت مع الفرق الثانيه يعني تتوقع ان بكره ان شاء الله امورهم طيبه ما عندهم ان شاء الله الفرق كله ان شاء الله سيد مش عشان بروحه ولكن لا حول ولا قوه الا بالله مثل يعني طير الربع امس هذا اللي فجاه هذا مو في الحسبان والله امس صار حديث المجالس الربع مرحب يعرفون ليش سعيد. مات يعني مشكلته بالضبط يمكن الفريق ما شاء فعل سعيد هذا شوف الطير يتعرض للضياع ويتعرض للموت ويتعرض لكل شيء لكن احنا نتكلم كبطوله اذا طير تعور عندك او مات اللجنه خاصب هذه المشكله لا هذه مهم مشكله ليش المشكله مهم مشكله تدري علي تدري مهم مشكله وعلق على كيف تفضل الى مات انا ويا اللجنه تحت الله نخصموا فالطير مات وين خلوه الطير مات يا اخي يعني الموت انا ما اقدر انا احمي الطير لانه ما يموت علشان اللجنه ما تخصم عليه اعتبار اللجنه انا اقول لك قانون البطوله طير ميت هذا محمد يتكلم طير ميت ذلول حصان اي شيء
خصم صح ولا يا حمد؟ صحيح صحيح. انا مو بس انا ما اقدر احمل قانون مجرد اللجنه صار ما يصير. لا 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 سعيد سعيد لا تسال لا ما فهمتك انا اقول لك انا اقول لك انت خليك مع ابو ثابت انا يوم وجهتك السؤال تفضل انا ابيك تفزع المتسابقين انا انا معاهم قلب امس كل المجالس البارحه يقول لك الطير هذا كيف مات يعني هم الناس تسال يقول لك على الاقل يعني انا قبلها بليل ما حسيت في الطير ذا ايش صار معه امس فيصل يقول لك الطير امور طيبه ما في شيء فاجئني عيسى بن راشد يقول لك فاجئني هم في شبابين ذكروها ذكروا ان الطير على المطيه يوم هم سارحين وان الطير اللي اتعبه الخفقه سمعت انت والحر هذه ها والعده اي هذه كل الصقاقير يتفقون على ان الطير لا خفق باستمرار وعليه حر تفلق صدره هذه تقتله خلاص وقال لك هدوه ما بدنا نرجع مو هو اللي عاد قال لك رشر الطير وظلل عليه لكن قدر الله ما شافع هذا اللي احنا نقوله ليش قلت لك السؤال قلت لك انا في فرق معينه مثل عبد الله السليمي في فرق اسامي ندخل فيه وخابر القلايل صحيح وتفادى الاخطاء عشان نغاط بحكم اللجنه السنه ذي رفعت الموضوع الضبي 80 نقطه واشوف الربع كلهم صار اهتمامهم يصدر الضبي طول السنين اللي راحت اللي تفك ضباء والعاد صار الحظ ايوه على 50 نقطه بس ما شفت يحاول ان يصيده في اول يوم عشان يغدي اول صيده فربه يفرق به بينه وبين الفرق الثانيه لو تعادل او شيء انها اكبر صيده يفرق معاه اي يفرق ومثل الكلمه اللي قال لك اياها عبد الله بن راشد قال لك انا الحين داخل محميه في البروفايل حقه قال لك انا داخل وضبي ماني مخليه صحيح معنا في المواسم اللي راحت بعضهم يقول لك يا اخي انا بريش احمد كان يقول الشمري الله يمسيه بالخير كان يقول انا والحصان ذا نبغى ضبي في القلاي ولكن قدر الله ما شافع الله يعوض خير ابو احمد شكرا الله ولكن الخطا وارد الله الله يعوض خير شيء الله يعوض خير ان شاء الله يعني انت الحين واقع انه ممكن يموت وممكن يضيع يعني ما هو في حكم الرجل هذا الشيء في اللجنه تخاصم عليه لحظه يا علي موضوع الضياع شو انتم معارضين موضوع الضياع لا هم يبونك ضد اللجنه ما موضوع انا ضد اللجنه لا لحظه علي هذا مش موضوع ضد اللجنه ولا مع اللجنه انا مع الجميع وانا متصاب بس انت تقول ما يموت طيره الواجب ان يحافظ عليه ما يموت علشان ما يخصم عليه خلاص كلمني شلون خلاص كلمني ما عليه انت تقول الواجب انه يحافظ عليه من الموت لين يطلع حافظ عليه من الموت من الموت انا ما اظن نفسي اي حافظ عليه من الموت انا ما اظن نفسي يضرب الضام لا شو هذا مش مع اللجنه ضد المشاركين او العكس لا بالعكس احنا نحاول نحصل حل وسط يرضي المتسابقين ويرضي اللجنه قول يلا من بركه يعني الموقف اللي صار مع فيصل بن عبد الله البارحه موقف يعني حتى الربع كلهم يعني اول مره اشوف فيصل يبغى يستعطف اللجنه فربهم يدرون يقوله موتت الله سبحانه وتعالى وحق الحمره وحق خالص الحكم يقوله ترى مات يوم وقف الصيد يعني بيبين له لا تحسب علي بس هذا امر من اللجنه وقانون والكل يمشي عليه يمشي بالعوض فيصل امرك تويت عوض وتسلم خلينا نشوف ما شاء الله عنده جاه فريق الادعم اللي اخوي راشد بن فهد الدوسري نشوف بشكل كامل ودخولهم المحميه والاساس يطلع لك الاساس من ابو نهار هو راشد بعد نعم راشد بن فهد واللي شرح ابو فهد ودخوله بالمحميه وبعدها راح نتكلم عن فريق الادعم راشد بعد الدوسي قائد فريق الادعم اخترنا اسم الادعم لانه يمثل علم البلاد والله ان دخلنا القرايب من قبل هذه 3 سنة حبينا نغير الجو شوي طلعنا هالمرة فريق جديد يعني هذه أول سنة شارك كقائد فريق الأدعم باختيار الشباب الله يعطيهم الصحة والعافية قرص هذه ماخذة عن الوالد وطبعا العائلة الكريمة كلهم هل طير وهل قرص الفريق طبعا الفريق متكون من 11 شخص أكبر عضو في الفريق أحمد ثامر العنزي وأصغر عضو في الفريق محمد مبارك السليطي والله الحمد لله أننا صارنا تقريباً الحين 2.5 شهر ونتمرن ونجهز بالطير وبالسلق وطبعاً داخلين منافسين بإذن الله ذا السنة داخلين منافسين والله نركز عليها كلها نبي الحبارة ونبي الضبي ما حد داخل قلايل يلعب اكيد داخلين نافس
مكان بهضبي ان شاء الله بنطلع، مكان بحباره بننقزها ان شاء الله. معنا سلقام خاصه مدربه جاهزه لها شهرين ونص، وهدينا لها يمكن تقريبا حول 4 أضباء. والحباري معنا طلوع تقريبا حول 5 طلوع، ومعنا طيور فروخ 2. السنة هذه داخلين تاريخ 12/2 بتكون المجموعة الثالثة، ومعنا فرقة قوية، والقوي وجه الله إن شاء الله. داخلين بإذن الله متحزمين بطيور وبسلق وبحلال. نقول للمتابعين لا دعم بشروا بالخير، ومنافسين الوعد في العرق بإذن الله. صبحكم الله بالخير، معكم راشد بهد الدوسري قائد فريق الأدعم. اليوم بدش عساس إن شاء الله، راح إن شاء الله اليوم نختار مكاننا، مكان هذا نزلنا فيه العام، وإن شاء الله السنة دي ننزل فيه. المحمية كلها حباري وكلها ضباع وكلها صيد، أي مكان ما في مشكلة، مو بشرط واحد يسبق الثاني. والله معنا 5 طلوع وفرخ، الفرخ حاطين احتياط. توقعات ان شاء الله ان داخلين منافسين، وباذن الله تأهل لنا، باذن الله لنا ولفيق، كل واحد على قولته وكل واحد مجهوده، لكن ان شاء الله احنا متمرنين وصار لنا تقريبا 3 شهور وضاغطين على انفسنا. متفقين الفريق بدنا نختار المكان شرق العب شرق الرك. سلام الله عليك، الله يبارك عمك ويرحم والديك. الله ردت فعل الشباب، هم عارفين المكان وخابرين، ما ردت فعلهم طبيعية. العرق قدامهم مقرص، والقلايل وراهم، والمحمية كلها مقرصة لك الحالة. بس أهم شيء المكان، المكان الزين. اختاروني الشباب، صار لي 3 سنين أنا داخل قلايل وفيهم الخير والبركة، لكن اختارونيهم كخبرة يعني. دخلت أسبوع هذا الجو بيكون حار شوي، فالله يعينه ويعين الطيور والحلال. إن شاء الله 6 طيور، وإن شاء الله كل الطيور جاهزة، وسلقان 2، ما لنا عذر إن شاء الله. ما قصر صراحة أبو فهد، اختار المكان اللي حنا بيه، متفقين على زمان وبيض الله وجهه. أول مشاركة لي إن شاء الله السنة هذه. بالنسبة للأدوار، الأدوار كلنا مع بعض، ناقنص ونقصتر، وإن شاء الله الأمور طيبة، ما لكم إلا طيبة الخاطر. هذه ثاني مشاركة لي، نطلب من الله التوفيق والأدعم طول عمره فوق. والله احنا متمرنين وجاهزين، صار لنا اكثر من شهرين تمرن، والطيور الحمد لله جاهزه، والسلقان تمرينها طيب. اكثرياتنا ناقنص واكثرياتنا ربع، اللي ما يقنصون بس لومهم طيبه. والله الله يجملنا ان شاء الله، يوفقنا ان شاء الله ويساعدنا. الجو حار، دوري في الفريق ماسك السلقان، وان شاء الله تبشرون بالظبي والوعد في العرق ان شاء الله. قائد الفريق راشد فهد الدوسري، أخو قبل ما يكون قائد. والله التمارين صارنا 3 شهور شادين حيلنا وضغطنا نفسنا إن شاء الله، واللي علينا بنسويه في محمية إن شاء الله، ولا ما بدخلين شيء. صادفة هذا الحر، أسبوع اللي دخلنا فيها الحين حر، ما نبدخلين شيء إن شاء الله، ما راح ندخل أي شيء بإذن الله. الحين جاهزين الحلال، شادين على حلالنا كله، ومروا علينا اللجنة شيء يكون على الطيور وعلى وأنتم بكرامة السلقان. إن شاء الله الحين راح ننطلق للمحمية بإذن الله.
بعد شفت اللي عندك شوي. ها هاي من فينا هذا العمود اركب عليه هذا من دائم هاي هذا العمود دير منا يا العمود بنروح على المهم مقروب هذا المقروب مقروب يا رب على وصل خابر المقروب يلا يلا دور دور عطنا الجوال يا دور حد يثبت اللي تعب هذا بالله من برا ها اسف عواد هذا عشان الليلة وشرب الشحم خرب خرب البيت مد الثاني منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول مرحباكم مرة ثانية عقب ما شفنا فريق الأدعم وأخوي راشد فهد الدوسري قائد فريق الأدعم وشفنا دخولهم المحمية. أبو فهد مجهز، أبو فهد اللي شفناه في البروفايل مرتب عمره هو الفريق كامل جاهز وداخل بقوة. رجال دخل معه 6 طيور 5 منها طلع، لكن هذا راح يتصادم مع موضوع اللجنة وموضوع الفرق داخل أثناء يعني إيه تلاعدت لا ها هو الممنوع طلع انه اذا تازت الفرق هل بعد يمنع اذا صارت مسابقه راح يتعب على الموضوع اذا عنده 5 لا ما عنده مشكله هو شو المشكله فيه طير يطلع على يدي اللجنه قالت ممنوع الطلع ممنوع هدد الطلع ممنوع هدد الطلع ما عنده مشكله ما يهد طيره لين ياخذ يستأذن من الحكم يقول له هذا الحباره قدامي ويهد شو المشكله ما عنده بالعكس الا كل ما كثرت الطيور الطلع الفريق نفسه ارتاح شوي وزع اعضاء الفريق يسار ويمين ورا وقدام كان عنده يعني اعتماده مو على قص ولا هو اعتماده انه يقنص عاد اعتماده على لكن بعد طول الطلع اذا ما حولك ما حولك جنوب ما حولك يعني فرق بالعكس اللي طلع هو اللي يعني إيه بس بلدك من امورك الامور القانون يسمعونا القانون اذا احتك تقاربت الفرق الربع اللي يدخلون يسمعونا يقولون انتم تسولفون ومتفرغين تتكلمون عن القصص وتتكلمون عن الثر ونحن ما نقص الطلع اريح لنا ندخل البطوله الطلع اريح طيري على يدي لكن طيرك على يدك مرات بيهد على ارنب يمكن تاخذ عليها انذار او على كندره وتحوم الطير سمعت او ممكن توجع طيرك ممكن تهد على فريق ثاني ممكن الطير ذا من الضيقه من يدك يصير اعتمادك كله على شوفه انت بتهده على شوف إلى ضيع الطير طلعه أنا ما نفرع بطيري إلى قد عندي ثار حبارة إلى قد مركب على ثار حبارة اليوم حبارة اليوم مثل كلمة علي بن خاتم وقال حمان ما عاد دورنا إلا حبارة اليوم الصبح حبارة البارحة ما عاد نقصها لعينت ثار الحبارة الجديد فرع طيري وعلمت الحكم عندي ثار حبارة جديد وركبت عليه سواه بقصص ولا أنا في ظهر مطية لكن
مثل قلت ابو علي، وبعض المتسابقين يقول انا بخلي واحد من يميني وواحد من يسري وواحد هنا وكلهم بطير طلع. طيب والفرق الثانيه اللي في جنبك نفس الشيء؟ اذا هو كل فريق سالفه باربعه ولا بخمسه كلها طلع؟ لا الطيور تطلع طلع. ما اعتقد ان هذا مقناص. لا قد ما حولك فرق لا بالله الا فرع بطيرك. اي بس ابو علي، خمسه طيور مقناص، خمسه طيور ولا اربع طيور طلع نشرح بها؟ وجه السؤال ابو نهار، اذا كل منهم شرف له على راس حزم ولا معناته انت خمسه طيور وخمسه رياجيل، هذا انتشار. ايش الاجراء اللي تاخذه؟ انتشار الاجراء انذار، بس انتشار على على مسافه معينه. آه صح، بس خمسه سعيد، خمسه طيور طلع نفس الوقت مبارعه. يا كاميرات مراقبه للجو. اعطي خلينا بعد موضوع الانتشار، المجموعه الاولى والثانيه كنا سامحين لهم من 700 متر الى 800، المجموعه هذه نزلنا لكثره الناس. نعم 500 600 بين الفريق الثاني. اي نعم. لا بين الرجال الخوية نفسه. فاحنا رجعناها مو مش عشان مشاكل الطلع والامور هذه، احنا رجعناها لامور فنية عندنا داخل المحمية، من ضمنها الامور التصوير. انت تعرف كل ما زادت المساحة عند الفريق وانتشاره صار صعب انك تغطي على جميع تغطي الفريق الكامل. صحيح. فقللنا المسافة اللي هي انتشار الفريق. طال عمرك الحكم هو اللي ان شاء الله نظهر بمادة افضل. قائد الفريق الفلاني ترى ربعك انتشر ولا مسافة اوسع، في الحالة هاي ترى تنذر، يعطونك انذار بعد. ابو ثامر شدي خمسة طيور طلع في معاي اربع فرقة صعبة شيء. زي اطلع طير وطير كنت وهدينا. ان كان حبارة ولا اي شيء يطلع الطير يا ربع يطلع. مثل ما صار مع فريق اللي هدها البومة اللي راح صار. نعم صحيح. الطير سعيد لقى جويع وقانص يبي ياكل الاكل. زين يطلع اي شيء. اطلع طير وطير وهذا جميع طال عمرك قبض طيري الصيد اللي هو شافها حباره اللي هو جاء وقبض طيري وجاء طير سعيد وعجاط طال عمرك رضخه ولا هو مفنقش شو استفدت؟ هو خصوم عليه 60 نقطه بس خلاص بعد ما لا تكلم بنهار مخصوم مخصومه بارز. يا الربع احنا ما نق... بعد معلجنا بعد معلجنا احنا لحد الان معلجنا في شيء احنا ما نظلم الفريق يا علي هو قصده انه ما نظلم هذا الفريق معاه خمسه طيور طلع يمكن انا كقائد فريق احنا ما نتكلم عن الطلع احنا نتكلم عن الطلع خليني اقول لك نقطه نعم ملاحظاتنا ما نقولها عشان موضوع فريق لدعم لا احنا نتكلم بشكل عام انا ما حددت الفرق كلها ايه انا ما ذكرت لدعم ولا غير لدعم اقول لك انا كقائد فريق عندي خمسه اعضاء عندهم طيور طلع ومشاركين في نفس اليوم يعني اليوم سرحنا معنا خمسه من الشباب طيورهم طلع طيب انا كقائد فريق ايش دراك اني ما اقول حق ربعي يا فلان يا سعد يا عبد الله يا محمد انتم اللي فرعوا للساعة 8:30 عقب برقعوا طيوركم وفرع يا فلان وفلان يعني حتى طيور الطلع ما هو دائما طول النهار وهي مثل ما قال ماخذين براقعها في طيور نطلع نخليها طال عمرك عليها براقعها وهي طلع ونخلي اثنين ثلاثة يطلعوا هي اللي يطلعون لا اخذنا فترة هدينا ما هدينا عينا ثر في طير من طير يطلع وطير طال عمرك اوقات بعد يتملل ياخذ نص ساعة ويعود يخفق يبرقع الرجال والثاني يفرع هم كلها الخمسه كلها مخلين براقع معناته ابو علي ما انتم قصص ما انتم بقصين نقص يا يبا الفريق كم واحد فيه 11 11 انا بتكلم خلينا نتكلم عن فيلق السد عندي خمسه او سته من الفيلق بدون طيور وباقي الاعضاء طال عمرك طيورهم على ايديهم وش الطيور اللي عندك عندي طيور ثلاثه واربعه طلعهم 100% كم طير طال عندك عندي اربعه زين وبنزلهم في نفس اليوم أربعة ويمكن أنا تكشف خطتي بتاعة الكشاش أقول لك إن اثنين من الطيور الطلع قدام واثنين ورا هذول يمكن واحد يأخذ برقعه والثاني يخليه يفرع عندي خطة تكشفون لا بالحق بالحق والمدة يوم الجمعة دخولي أنا يا ربي أنا بذكر طال عمرك بالنسبة لفريق الأدعم أمسي بالخير بالاعضاء اللي هو راشد الدوسري وانا اخص سعد بن عبد الله المرداس الدوسري هم نازلين جبلي انا نازل في الريس وهم نزلوا جبلي ويتدربون ويعلمون طيورهم يمرون يتقهون عندي حتى قال لي سعد بحكم انه كان عندي من طلاب المدرسه قبل حوالي 20 سنه قال لي عندك خطه لنا قلت لي عندك بعطيكم خطه خطتكم كذا 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 كذا
توزع خطط والله زين ما قصر. ما قصر. والحين ان شاء الله بكره الصباح انا صح ما رشحت ما رشحتهم بحكم انه عندهم يعني كوكبه من الشباب اجداد والخطه قدها عندهم والخطه هذه نقدر نقول 70% لو طبقت انهم بكره بيدخلون بالعرض على فريق السليمي وفريق الشباب. لازم تعطينا خبر عن الخطه عشان نقول لك بكره اذا هم نفذوها ولا ما نفذوها. انا مش معاكم في اللجنه بس خلاص بشوف ايه انا بكره بشوفهم على الهواء مباشره بطالع البرنامج. زين عطني فاصل بسيط ونرجع عقب نشوف فريق ام الصلاح. فاصل بسيط. قال الذي قطع الفيافي علاجا ربيع قلبه في الفياض المخاضي شوف الجوازي راح يتاوين دماجا في خايا مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا. طبعا تكلمنا عن فريق الادعم في فريق السليمي واخوي محمد مبارك. محمد مجهز صار له فتره مستعد مع الفريق. كان عضو قبل في فريق الوسيل. خلينا نشوف دخوله المحميه وبنتكلم بعدها. معكم محمد مبارك من فرام المري قائد فريق السليمي. والله معي شباب كلهم قد شاركوا وكلهم يعني انجازاتهم طيبه كلها علشان كذا اخترتهم لو ما كفوا ما اخترتهم. اي واحد يدش القلايل لازم يدش لها مره ثانيه يا قائد يا عضو. آخر مشاركة كان مع فريق الوسيل والله هم أخوان وعزاز وأتمنى لهم التوفيق. من نفسي حبيت أني أصير قائد. أنا خبر العريق عادني ما بعدني حتى في وجهي شعر ولا شيء. أول غير والحين غير. أول يعني شجرة مو بنفس الشجرة الحين. الحين ما شاء الله تقول غابة. أنا صار محمية الحين. الحمد لله كلها جاهزة. تدريب طيور ومطايا والله يكرمكم سلقان. كلهم مجتهدين ويتدربون وشادين على أعمارهم بس يرجع للتوفيق. لازم أن تدرب يومين ونص بس. أن تخيل أنك من الساعة 3 الفجر تكون صاحي وتسرح من الصبح ما ترجع إلا المغرب. والله من عدني صغير وأنا أحب المقنص. يصير عندك هواية خلاص يصير معك في دمك. في القانص ما هو بقايل لك انه بيترك شيء وبيصيد شيء، انت بتحصل بسرعه ودك مهما اللي بيخرب. انك داش ما انت بداش يعني تمشى، داش منافس، لازم تطلع ببصمه قويه. لا تستهين باي فريق، انت داخل اي خصم لك لا تستهين به، توي لا كان جديد. أنا أفكر في النهاية عشان التأهيل ما دشين والوعد لا تعدى لا المسحبية حد. قال
شاء الله متوجه اليوم نختار مكان اللي إن شاء الله يجوز الأخوان شمع اللي موجودين الفريق، قائد الفريق وأعضاء الفريق اختاروني كعساس، مهوب عشان خبرتي ولا عشان الربع، كلهم فيهم خير وفيهم بركة. بسبب غربي من منطقة القلايل اختاروني الربع، ونتمنى من الله التوفيق والسلام لنا ولجميع الأفرقة. منطلق نشوف المكان الزين اللي بعيد عن الأفرقة، وخبرتي في المحمية قد هذه السنة السادسة أشارك في المحمية، وعندنا خبرة إن شاء الله أنها وافية، ونتمنى من الله التوفيق يا رب العالمين. هذا اللي ناقصنا فقط. هذا بغض النظر انه بعيد، انا معلم البعد، البعد انا عندي يوم كامل اني انطلق فيه وابني بيت الشعر واشوف حلالي واشوف سنعي، يكون مكاني زين وشرح لي وربعي. بطولة مثل دي لازم يدش فيها ناس عندهم خبرة، علشان الناس اللي بعدهم اللي ما عندهم خبرة يستفيدون. كمل علشان الأجيال اللي بعدك يشوفون المسابقة وشلون تعبها وشلون الكلافة اللي تجيك داخل. هذه أول مشاركة لي، وإن شاء الله إني أدي اللي علي. والله فريق أنا متحزن فيه ومتفائل فيه جدا جدا، والله كريم يجيبها الله. هذه خامس مشاركة لي في بطولة القلايل. تأهلت مرة في فريق برزان، وإن شاء الله أنا مو مخلي هذا القلايل لين أخذ البيرق. هذه ثالث مشاركة لي في بطولة القلايل. ما الله وفقنا في المشاركات السابقة، لكن إن شاء الله السنة بإذن الله أن نعوض المشاركات السابقة بالبيرق السنة إن شاء الله. الجاهز السلقان من زمان عند واحد من ربعي ومجهزة، خذيناها منه وبيض الله وجهه. الطيور اللي معنا فيه طيور طلع وفيه طيور حق الهدد، واللي حن نحصل حصلنا ضبي صدره ونحصلنا أحبار صدره إلى الله كتبها لنا صدره. هذه أول مشاركة لي في بطولة القلايل، والإنسان الكسبان اللي يدخل البطولة هذه. وفريقنا الحمد لله بفضل الله جاهز بالنسبة للهجين وبالنسبة للطيور، والحمد لله رب العالمين.
روحوا روحوا بعد. 9 10 11 11 نروح شوي بس. لا 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 تزرون هالربط رخ من شمال شيء بسيط لازم يكون منه توبي مهضة. بعد واحد بس حول مرحبا بكم مشاهدينا. شفنا معاكم فريق السليمي مع بن فران، وطبعا الفريق مستعد مثل ما شفنا، لكن حصل موقف بسيط مع فهد القريسي، ووضع طبيعي هذا يصير وامر وارد. وفهد القريسي عنده خبره ودرايه الكافيه انه يتفادى الامور اللي اذا صارت معه. صحيح لكن الثقه احيانا الشخص كان عمرك اللي عارف قد دخل اكثر من 5 مرات اللي تحته ما هي برايحه المكان، لكن يمكن شيء جفلها ولا لا لا هي طال عمرك عقب ما ربط الخطام على يد البعير اعتقد ما انه ما حكم عدل وابطى، وهو هذا اللي خلى البعير ما ربطه ما ربطه الله لا 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 واقف عنده لا الخطام اشوفه على يده اليمنى ما له ذاك، بس البعير واقف عنده مو مربوط من يوم حول ما كان واقف ما نوخ لا ها ما نوخ ما نوخ ما نوخ لا لا واقف وحول ركز ذا وهو عنده هو خابره أيه. لكن يمكن انه يبغى ماته ولا انها لا جفل روع عن القاع، وهذا محسوبه على فهد لان فهد من الناس اللي ناس حطينا قدوه إيه انتبه قد حساس طال عمرك الرجال يتحرص على كل شيء يكون معاه عقال بدل العقال عقالين. خلنا اقول لك شيء ابو علي عن فريق السليمي انتم المشاهدين. انا مرشحهم ترى عاد لو انتقدهم، بس انا مرشحهم انهم بيكونون من المنافسين مع غشام، لكن انا ارشح السليمي. لكن زين رب الله يجيب الفرق القوى انها كلها تطلع الله الحين ما راح يتاهل الا فريق قوي. صحيح ما راح يتاهل الا فريق قوي في النهايه. فريق السليمي مدخل 4 طيور بس يا ابو علي والله شوي ها وانت مرشحه. انا ما انتبهت انه مدخل 4 الا عقب ما سمعت من الاخ علي بن سعيد يقول انه مدخل 4 طيور. هو العاده طال عمرك التلفزيون كان لازم يبين كم مطيه وكم حصان وكم طير علشان حتى المشاهدين يحسون بكل فريق بقوته. يعني هذا الترتيب يصير في النهائي، لكن ان شاء الله ما بتشوفه في النهائي باذن الله تعالى. احسن بعد احسن، وبتشوف طير الحامله بتشوف قوه ضاربه في الفريق اللي هي الطيور. صحيح اي نعم. بس 4 عندك برشح للحين؟ والله الأربعة مو يعني مو بقليله لا. يمكن هم يحاولون يدخلون 3 طيور ويريحون لهم واحد اليوم الثاني. الأربعة الطيبه اي نعم الطيبه صحيح اللي عدتها زينه تقنص حمله ونشاط لا بتقنص ما عليها يعني الله سبحان خير. الله احتمال المرض احتمال لا قدر الله هذا وارد هذا خلت طير عديد مساديها من العوائق ومن الامراض. الاربعه كايفه في القنصه يومين وطالع ان شاء الله يعني ان شاء الله امس طال عمرك يومين ما منكاه 3 ايام ما عليه امس الله يسلمك في لقطه يمكن تكون طافت عليك وانا ما طافت علي والله ما ادري هو فريق النخش او فريق المجد هادين لهم على حباره او بيهدون على حباره الساعه 11 او الساعه قبل المضحى مالهم. فواحد منهم قال لا تهدون الطير هذه الوقت حار، هدوا الطير الثاني ترام حر ولا مو بحر. انتبهتوا لها البارح؟ وفعلا هدوا الطير والوقت حار وظهر وقت حوم الطيور وصاد. مشكلة انهم في مسابقة الوقت محسوب ما يقدر حتى ولا لو انه في الايام العادية ما هد عاده محتر. لا لا بس في بعض الطيور عارفينها انه وقت في الحرورة والشمس وغيره يمكن الله اعلم انها ما تصيد ما تروح. نعم بعضها دليل يمكن حتى راعي حومه من يوم اللي بالشمس. جيد لكن في الحر وفي الشمس ووقت الحوم يا مطير عندنا جيد لكنه بعد يستسلح. زين خلينا نقول حق ابو ثامر طبعا في موضوع الاربع طيور
هو العادة متعرف عليها الشاب يقول بدخل طيور مثل ما صار مع فرق ثانية صحيح. يقول كبي علمه، لكن موضوع سليمي لا ما عنده، مدخل أربع طيور وهم تسعة هم عشرة رياجيل ولا هم مفتكر في الموضوع ذا كله، ما أحد عشرة اللي عندي موجودين. تتوقع أنت إن هالترتيبات هذه إنه ما راح يجيهم خلاف داخل أو موضوع إلزام ولا فلان هد ولا فلان، هالمشاكل ذي ما راح تصيدهم؟ ما دخل بن فران المسيح عليه بالخير الله يوفقه وأخوياه والربع كلهم، ما دخل إلا بثر من الطيورة وخفة الطيور كثرتها غثة، كثرتها طيور غثة، وقد سولفنا في كذا حلقة وكم وكم تكلمنا إذا بتخلي الطيور شيء منها بتخلي عندها اثنين يعني سالفة أربع طيور سعيد زين. في بعض الفرق عشان أذكرك لبيك كان يريح اثنين ويدخل اثنين ما صحيح مقراصة اثنين بس ما. أنا أقول لك أربع طيور لو هي حاملة حاملة طيور جيدة وبتنوعة تقنص حاملة مو مشكلة، قل الطيور تدري إذا كثرها غثة وعشاها وبتجي تعبان من عقب قناص وعلى ذلول متى بتعشيها ترى حتى حلالهم عشر على عددهم ما عندهم زيادة نعم بعد هذه بعد ترى فيها مشكلة لو شيء ترى هاي ضغطة المفروض واحد ينتبه لها صحيح مرتب لها بفراغ الله يوفقه إن شاء الله مرتب صح آمين آمين كلمة الله يسلمك المسي بالخير الأخ جاسم الكعبي يا لا يا الجريان الجريان يا أول العام أو اللي قبله دخل بثلاث طيور ويوم من الأيام الله أعلم إن كان ما خابت لي يعني الذاكرة خانتني الذاكرة إنه دخل في يوم من الأيام طيرين وتعب عنده طير وطاح له جول حباري فهو قال أنا غلطت إني ما دخلت الثلاث طيور لكن بكرة بحوض عاد ما أدري هذه لا ما فيها تعويض إذا ما تحالفك الحظ في الحال لأن طاح الطيور الحبار كبار طال عمرك خربة طال عمرك والطير بعد لا جاه دوس كذا من كذا خرب طال عمرك ترى بعض مهما كان في فتنة وفي كذا الهرج علي هرج حمد تتم تذكر الله يذكره بالخير مساء بالخير عبد الله بحد المحشاذي يوم كان معاه شو اسمه مسير لا لا الوسير ولا جلاله جلاله عندهم طير كان بفران معاهم تذكر محمد صاد أما ست وخلى عاف السابعة عينه صيد طير واحد قنصهم نعم أنا أقول لك صادق أربع صادق. طيور في القنصة تكفي جعل بالهم صيد خلنا نشوف بس فريق أم الصلال فريق أم الصلال مع أخوي سلطان الشمري ودخولهم المحمية وبناي بيتهم خلنا نشوف معاكم سلطان غباش خلف الشمري قايد فريق أم الصلال اسم أم الصلال غالي علينا كلنا معظم أعضاء الفريق من منطقة أم الصلال من دول مجلس التعاون عندي اثنين أنا دخلت من سنتين تقريبا وحبيت أني أسوي فريق بنفسي يمثلنا ويمثل فريق أم الصلال القلايل تغنيك عن أشياء كثيرة خصوصا في الأيام اللي احنا فيها الحين ما مقناص برا ما تقدر خسائر أماكن يعني مش آمنة فوفروا لك القلايل كل شيء تصيد باليوم أربع خمس ست ما تلقاها في أحلى الأماكن الخليج يعني. تدريب ضروري أنا عندي الحين أعضاء في الفريق ما دخلوا من قبل يقولوا لي ما يحتاج حنا بنجي إن شاء الله قبل البطولة قلت له ما يصير أنا يعني أنا شاركت قبل سنتين وقعدت شهرين إجازة وأنا أتدرب ويوم دخل داخل أول يوم يعني حنا رايحين المكان المقر نبني كان تعب يعني طير ده مراكد على القليصة ما في شيء صعب عليه أهم شيء إنه يحب الحبارة ويعرف الحبارة مهم الطيور اللي يماسح يوقع جنب الحبارة ولا يلعوز داخل فيه ناس بيمسكون الطلع ويكونون دائما مرتفعين في أماكن من يميننا ومن يسارنا في اثنين مكلفهم أنا في إن شاء الله اللفر ما إن شاء الله راعين مقناص ويعرفون وخابرين القاع ما عندنا إلا ربع صاملين وطيور صايدة بإذن الله والله هذه ثاني مشاركة إن شاء الله لي وإن شاء الله نجم الربعي في المكان إن شاء الله لي يناسبهم اليوم طبعا شدينا على البعيد وإن شاء الله إحنا خالصين إن شاء الله ونمشي إن شاء الله ونسرح إن شاء الله عسى الله التوفيق إن شاء الله تبي تروح شرق تبي تروح غرب كيفك
ابشر. شو مكان الزين؟ شو مكان الدماغ؟ القلب. ولا يهمك ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. وياك ان شاء الله. ما ندري عن المكان، ان شاء الله ندور المنزل الزين اللي هو القريب من المكان المقناص ان شاء الله، وندور نحاول احنا ندور في مكاننا في رفاع شوي ان شاء الله، ان شاء الله احنا نحاول ننزل قريب مو بعيد ان شاء الله، وانا بنزل غرب ان شاء الله توفيقنا عند الله، مو بلازم انه المنزل عنده صيد وعنده هذه كلها توفيق ان شاء الله. هذا المكان اللي نختاره اللي صلح لنا، اللي قريب من العرق ان شاء الله والمقنص ان شاء الله، والله يجمنا ان شاء الله. الحين ان شاء الله انها تناسب للحلال ان شاء الله وللربع من كان بيت الشعب، والبسقه هنا قريب وزين انه مناسب حلو يعني. الطيور جاهزة والكلاب عزكم الله جاهزة والحلال جاهز والربع مجتهدين ولا فيها مقصور، والمجموعات اللي معنا ما فيها مقصور، لكن نطلب من الله التوفيق، واللي نطلع فيه هذا جهدنا وإن شاء الله نطلب البيرق. احنا داخلين المسابقة وداخلين ننافس وداخلين ندور نقاط داخل أي صيد قدامنا، إن كان ربي بنهد عليه سلق الله عزكم، إن كانت حبار بنهد عليه طيور، وخويانا ما هم قصرين تمرين لنا شهرين، ربي لك الحمد، الحمد لله بدون إصابات بدون حلال كله طيب، اللي يوصل داخل سالم يطلع سالم، هذا بالنسبة لي أنا أكبر ناموس. الحلال 10، حنا 8 أعضاء، واحدة الله يعزكم عليها سلقان، واحدة احتياط. الخيل شوفت عينك حر وتتعب، وهذا الشيء يعطلنا، حنا ما نبي نتعطل لو ساعة واحدة، حنا داخلين ندور نقاط، والتوفيق على الله سبحانه وتعالى. شرفت معرفة إخواني قطريين ولقصورهم في الربع الباقي والأفرقة المتنافسة معانا، وتضيفت عندهم وتعرفت عليهم أكثر والله، وأدعي لهم التوفيق لنا ولهم إن شاء الله، عسى الله يوفق الجميع إن شاء الله. مستعدين إن شاء الله وجاهزين، نطلب التوفيق من الله سبحانه. جاهز انت؟ جاهزين. بس الطير طالع مسمعين، الطير جاهز وموره طيبه. بعد ايوه شوية مطايا مستوحشة من المكان والوغش والشجر، ما هي متعودة عليه، شرعنا أموره ما يحتاج. المشوار عادي يا أبوي، هذا ولا شيء، في مشوار أطول إن شاء الله بكرة ولا أكبر، في أمور طيبة الحمد لله راضين، ما دخلنا واحد يأسه المكان ويدور لنا مكان لنا واثقين منه ما يحتاج. مس الزوايا زوايا يا ابو هادي يا نجار، خليك ماسك. ايوه وسع وسع، خليك ماسك خليك ماسك. يلا وسع وسع الزوايا وسعنا. ايوه هادي زين كذا، هذا شدون يمكن يجينا هواء. ما بارد ما بارد يا شباب، ادخل خيمه نحطها من شمال. شد ايوه ابن 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 يا سلطان.
عادي والله يا ابو فرج. ولو انه وصلنا متاخر شوي، وصلنا يمكن 3:30، لان المكان بعيد 9 كيلو تقريبا او 10 كيلو من المقر. احنا الله يسلمك الحين الحمد لله رصقنا وبنينا البيت وخلصنا كل شيء على ميران. شفنا معكم مشاهدينا الكرام فريق أم صلال، فريق أخوي سلطان الشمري، وطبعا حتى لو أن الأعضاء يكونون شوي لكن هذا ما يمنع. قد شارك معنا العام فريق الجنوب بسبعة رياجيل وسووا ونافسوا بكل قوة ودخل للنهائي بعد، والظاهر أعطي المركز اللي خذها في النهائي الثالث. فبالعكس ما يعقى شيء إذا حصلهم يعني على يد واحدة. إن شاء الله بركة وما دخلوا إلا هم إن شاء الله دارين لهم مضرب في المكان. إن شاء الله لنا ولهم التوفيق. وتجهيزاتهم طيبة، بس موضوع تعرف أحيانا النقص يصير أمر وارد. أكيد. وهذا أمر وارد، لكن بالنسبة للحلال لجفل شفته أبو علي في الدخول هذا بعد نقول الأمر طبيعي إذا ما كان فيه يعني تنسيق وما كان فيه، مع أن أنا أشوف أن الشباب كانوا مدربين قبل. وكان في ترتيب قبل، فليش اللي يخليه يجف الحلال دخل المحمية إذا متعود على رعية ومتعود على الناس؟ متعود على رعية بس مو متعود على الوغش وعلى الشماع المكان. وعلى إيه وعلى بعضها تروع والمقر من نعم من المكان صحيح. زحمة العالم يمكن صحيح ما شاء الله. بس إذا رجعنا سعيد للدخول الفرق كلها، الدخول الأسبوع ذا يعني أفضل من الأسابيع اللي طهت بالهداوة وبركود الفراغ. أهدى. سلطان هو قال هو أهدى طال عمرك بحاجة واحدة. بعض الأخوان قادة الفرق لما شافوا زحمة خمس فرق في مكان ضيق بعضهم خطم حلاله حول. وراح يمشي أبعد عن العرب ونوخ نعم. هناك وركب مطية تستامن مع الرجلي أكثر مما تستامن مع الراكب. هو أبعد عن العرب شوي من حقه يمشي صحيح. اما انه يركب طال عمرك بين ذا العالم خيل وعرب ومصورين وتخبر وانطلين وقمصان وذا العالم يجفل الحلال شوي. زين في كلمه قالها سلطان، قال لك انا دخولي للمحميه ما راح ادخل بخيل عشان الجو وعشان اتفادى النقطه اللي هي موضوع المشاكل تصيد الخيل والاجواء داخل واملاح ممكن ما يتحملها. يقول دخلت بالهجن عشان اتفادى الاخطاء. معنا في بعض يقول انا احتاجه في موضوع الغضب اني اسنع بسرعه صحيح. او اني ما له ملوح طارق يطلب مع الطير طال عمرك يسبق البل طال عمرك ويلحق على الطير قبل ما قبل الحباره ما تدوسه وتلعوزه يلحق عليه ويفزع له. دائما بعض الطيور طال عمرك اذا فزعت له شاخ على الحباره. بس ممنوع، هو ممنوع انه يطلق على ثرى اي صيد. لا 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 يشرف. هو لا شاف الطير صاد لا شاف الطير صاد اطلق ولا هو ما يقدر يطلق في حال نص الطير صاد او السلق صاد. لا ممنوع يعني له انه يراقبها من بعيد يشرف عليها او يشرف ويمد الدربيل ولا صاد ولا صاد سامحي له يدخل معاه الدربيل يوقف ويحفر ولا صاد. كيف لا صاد؟ هديت الطير ما راح يقول لك هديت الطير وصاد وانا على فرس ما انطلق اروح يصيد يظهرها تروح بزين تروح بزين يظهرها حي. شفنا ما منعتهم منهم معظم الفرق اللي راح كل ما ما هو اللي شفناه ما كان مو مطلق لا ما مو مطلق هذا هذاب خفيف هذاب خفيف ما عنده مشكلة ما عنده خلاف الهذاب ما عنده خلاف فيه. احنا عندنا سلامته هو لا اهم من كل شيء عشان وقت البرنامج شفنا احنا معاكم الخمس فرق نعم وشفنا استعداداتهم وشفنا ترتيبهم وسلاعهم في حلالهم. ابي منك ابو علي عادك مركز على السليم انه هو اللي بيصيد بكره وممكن هو اللي ينافس بشكل قوي. نعم عادك مع السليمي مع السليمي نعم من فران. ابو ثامر غيرت رايك؟ لا مع غشام للحين نعم. مع عبد الله بن راشد نعم. عادك مع ابو هادي؟ مع ابو هادي ما فيها كلام؟ ما فيها كلام، ابو هادي جاي وبقوه الله يوفقه. يعني تحس النوبي بكره ممكن يفرحهم بصد الضبا؟ يمكن اثنين بعد مو بواحد اثنين نعم. الضباء عند ابو هادي اي نعم هذه عند النوبي من غير الربع البقى. خالد بن سعد النوبي نعم انا اعرفه وجاري بعد الرجال يعني عنده سلق طيبات وهو بعد وهو قناص راح يطير بعده ممكن لا يخالفكم الراي. راشد بن فهد
راشد والله نخبه ترتيبه مع شباب نعم في نخبه ما دام انك عودت على ابو فهد وهذا الطلع اللي عنده الخامسه يمكن يسوي له شيء داخل والله كل شيء يصير بما انك عودت على ابو فهد وعلى سلطانه قباش اخواننا وربعنا الترشيحات اللي احنا نسولف منها هذه كلها اخويه وكلها اكيد اكيد, أكيد وكلها أكيد ترى لهم يمكن انا ارشح بن فاران وانا ما ابغي بن فاران ابغي اي واحد ثاني لكني رشحته من باب ود للجميع ومحبه صادق انا صادق جاني عتب من واحد من الاخوان البارحه بعد عتب الدعوه هي اخي اختياريه ترى هي عتب على انه قال حنا بيكون لنا مضرب في المقناص بما انكم يعني انك ما رشحتوه عادي خله كله دافع ان شاء الله كله دافع ويعاكس اجوانا بس نعرف وبعدين يعني حتى الترشيحات ابو سعيد ترى المنطق يفرض نفسه يعني لما تقول يا السليمي منطق صراحه صحيح ايه يعني انت كل العوامل تقول لك السليمي صح ايه الاعضاء انا رشحت ابو هادي بناء على ترشيحات ابو هادي نعم ولا والاعضاء اللي معه ابو هادي قال لي مقوله راشد فهد قال لي مقولة أبو علي يوم قال رب الله يجمع لي الفرق القوى علشان أقنص أنا وياها وأخذ وأتقدم عليها أبو هادي قال بس رب الله يجيبهم بس بكرة هنا داخل أرويك أنا شو أسوي في الصيد عنده نفس المبدأ هو نعم عنده في الصيد مو في الفرق قال أرويك في الصيد خلنا نخاف منا يا أخوي خلنا نسأل أبو نهار عن بداية الانطلاق بكرة الصبح للمجموعة الثالثة المقناص الساعة كم؟ ان شاء الله ما نشق النور اذا الاجواء صافيه والامور طيبه اي نعم على الجو اذا صافي تعلم 6-8-16 دقائق ان شاء الله فيهم امر انطلاق 16 دقائق اي نعم ما عنده ما يبتدي الصيد عنده لو كان عند خشم بيته ما عنده خلاص من يجي امر من العمليات ينطلق لين في لقطه ما ادري اذا تقدر تجيب لي اياها ابو بدر اللقطه هذه الظاهر انها راعي الفريق اللي دخل تعب نفسيا اللي شوفه شوف العين سليمي سليمي ها واحد منهم الظاهر يسلم عليها ما ادري انت شفته تخيل يمر عليها وانت داخل بس هذا فال خير ان شاء الله هذا فال الخير من الحبال, من الحبال اللي باقيه من الفرق اللي راحت يا لا لا لفوه 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 مشرفه لا لا من اللي خاب الحبار تشرف لا بس هذه الظاهر بيثبت محلها راي السليمي ان شاء الله بيثبت ان شاء الله اذا يثبتونها ان شاء الله يجهزونها لهم ان شاء الله على يجونها ان شاء الله باكر الصبح يصبحونها من الصبح والله نبغى وكلنا نبغى نشوف اللقطه هذه بيجهزها اخوي ابو بدر مو مقصر اخوي مخرجنا محمد على ما يجهزها ووقوف الصيد الساعة كم؟ بكرة عندهم أول وقف للصيد الساعة 12 الظهر اللي هو المضحى؟ إيه نعم المضحى لين 12:30 وعقبها يستمرون في المقناص لين الساعة 5:15 لين الساعة 5:15 يا رب يوفقك روري خلينا نشوفه مع المشاهدين شوف شوف هذا المنظر الآن شوف حتى هو ترى كلهم تكسرت رقابهم يخايلون المطية التفتت يا المطية التفتت فيها سعيد والله هذا لو حصل لي ذي لو حصل لي هذا أبو حبار هذا خرب يا أخوي هذا خرب إيه ولا يخايلون انت تخايل وعدد من خاطرك شوف يعني راحوا مو بسامحين غاصب نساهم الليله لكن ما عليه ان شاء الله يقسمها لهم ان شاء الله ان شاء الله هذا فريق يسلم بعد ها شوف شوف يسلم عليهم هذا مفرد مفرد يسلم ان شاء الله يا رب يقسمها لهم باذن الله تعالى ويقسم الفرق الباقي ان شاء الله صيد طبعا اعطني بس خلينا نشوف الطقس بكره يا رب جوهم زين ان شاء الله الدرجه العليا 31 والصغرى 13 في هواء اللهم لك الحمد امور زينه وفي غيم وان شاء الله جعله يا ربي يلحقنا خير احنا وياهم ويجينا مطر ان شاء الله اللهم امين باذن الله تعالى باذن الله تعالى ووعدنا بكره معكم مشاهدينا الكرام مع المجموعه الثالثه واحساسي يقول بكره في اشياء راح تصير بس لا تفوتكم خليك مع قناه الكاس وابشروا بالخير على الساعه 8:30 نقول لكم في امان الله
ولا يا الربع حولوني شمال شمال الرابع الرابع الرابع